السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم إن شاء الله في هذا العصير اللي غادي نقدمه لكم إن شاء الله هذا اليوم، اللي هو عصير بناشي بطريقة زوينة زوينة بزاف بزاف بزاف، والمذاق ديالها كيكون زوين. هذا العصير كيجي رائع. نتمنى منكم تشوفوا الطريقة والمقادير وإن شاء الله طبقوا هاد الطريقة وغادي تشوفوا النتائج مزيان بإذن الله. انا كنحاول دائما نوضح لبعض الناس ان العواصير ديالنا خصهم يكونوا طريين، باش يكونوا طريين نديروا فواكه زوينين ونديروا اشياء زوينه. ما عمرنا نطيبوا الفواكه، نطيبوهم عاد نعصرهم عاد نديروا منهم عصير. يعني الفاكهه الا طيبتها، يعني جميع الفيتامينات اللي فيها وجميع المواد اللي فيها مزيانين اللي غادي نذوق وناكلهم وينفعوني في الجسم ديالي راه مشاو الا مشى الطبيب الفاكهه. وهذا الشيء كل واحد حر، يعني كل واحد يقدر يدير داك الشيء اللي بغى. انا غير هذه نصيحه لله، ان العواصر الطايبه واللي كنطحنوا ونديروا ليها ونشربوها راه ماشي عصير، راه بحال اللي كتشرب شيء لا قيمه له. العصير اللي عنده القيمه هو العصير اللي كنعصروا هكاك بدون طياب، ما نطيبوش نهائيا ان شاء الله. ما عليكم الا تشوفوا هذه الوصفه وتطبقوها والنتائج غادي يكونوا مزيان باذن الله. ونمشيو ونشوفوا الوصفه ديالنا والطريقه باذن الله. اول حاجه غادي نحتاجوها، غادي نحتاجوا لفروي، الا كان بالامكان ديال الانسان يدير عده انواع ديال الفروي شويه شويه من الحاجه يكون باش يتسمى باناشي. هذاك اللي كيتسمى باناشي ملي كيكون فيه التفاح، بعويد، البنان، الخوخ في المثال، المشماش، البرقوق واشياء اخرى الا بغيتو. ما كاينش يدير الانسان المتوفر عنده، المتوفر عنده هنا ما كاين، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ان شاء الله الرحمن الرحيم، واحد تقريبا واحد كيلو ديال الفروي مخلط ان شاء الله. غادي خصنا واحد نصف لتر ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب. غادي خصنا السكر على حساب الحلاوه اللي بغينا في هاد العصير ديالنا. يعني السكر دائما كنديروه على حساب داكشي اللي كنشربو حنا، واش كنشربو سكر ولا كنشربو قليل ولا كنشربو، على حساب المذاق اللي بغينا حنا. الماء بارد، واحد اترونس ديال الماء يكون بارد، شويه ديال لاسيد سيتريك، سيتريك حجر الليم، هذا راه موجود، وش حجر الليم، هاد الحجر الليم الاغلبيه ديال الناس كيقولوا، ماشي الاغلبيه، واحد العدد الناس كيقول لك ماشي صحي، صحي اسيد سيتريك راه معروف، راه كيتباع حتى في الفرماسيان، يا با دو بروبليم. وكناخذوا بواحد الكميه بسيطه، ماشي كميه، لان كل حاجه عندها اضرار الا خديناها بواحد بكميه عاليه. الماء، السكر، الحليب، لي فروي ان شاء الله على بركة الله. الخطوة الأولى اللي غادي نديرو، غادي ندير ناخدو هاد الماء، نخوف في الحليب، ها هو حصلنا على لون أبيض. غادي ناخدو إن شاء الله، غادي نضيفو السكر ديالنا، ها هو على حساب داكشي اللي بغينا ديال السكر. غادي نضيفو لاسيد سيتريك، ها هو درت انا هنا تقريبا واحد ملعقة ما عمراش، ملاحظة هنا درنا حليب طري، لان حليب طري خصو يكون ديال ما يكونش قديم، لان الا كان قديم ملي كنخلطو مع لاسيد سيتريك كيتفرق بحال الا غادي نصوبو ولا سميتو. هنا درناه طري ما غاديش يتفرق لينا ان شاء الله. اللي ما بغاش ان شاء الله يقدر يدير الحليب المبستر احسن. كان لي فروي ديالنا غسلناهم، كناخذو التفاح ديالنا، غادي ان شاء الله بلا نخليوه بالقشره. بالنسبه لبعض السيدات او بعض الناس اللي كيصوبوا العصير، بعض الناس اللي كيصوبوا العصير كان كياخذوا لي فروي كيطيبوهم. انا كنقول احسن عصير اللي يمكن الانسان يكون الجسم ديالو يستافد منه هو العصير اللي نعصرو مباشرة الفروي، نعصروها بدون طياب، بدون طياب، لأن باش ما طيبنا الفروة، باش ما كتفقد هذيك الفروي جميع الأشياء المفيدة فيها، كتمشي كبحال إلا كنشربو شي حاجة ما فيها حتى فيتامين، حتى حاجة ما فيهاش. هنا إن شاء الله ها هو التفاح ديالنا،
هاد هو غادي نسبقوه، غادي نديرو ليه فروي. هاكا غادي ناخدو الآلة ديالنا نلفحو فيها التفاح، ونديرو البنان أيضا. هاد العصير تصوبو في آخر لحظة، راه ساهل، وما غير توجدو هاد الماء، هاد الماء والحليب والسكر ولا السيت سيتريك. غادي ناخدو هاد لي فروي ديالنا، ها هما، غادي نخويو إن شاء الله الحليب ديالنا والماء. دائما باش نعصروا على عصير زوين نطحنوه مزيان. قضيه الطحنه خصها تكون مزيانه والعصير يطحن مزيان، باش ما طحن العصير كيعطينا النسمه ديالو الحقيقيه وكيعطينا داك المذاق رائع. هنا قطعنا الخوخ، درناه هو الاخر، البرقوق احمر، غادي يعطينا واحد اللون زوين للعصير ديالنا. نضيفوا ليه شويه ديال الحليب، باش نطحنوه. هو موجود هنا، درنا الخوخ والبرقوق، هنا درنا التفاح، البنان و بوعويد. هانتوما غادي نخلطوا ان شاء الله هذا العصير ديالنا الرائع. يعني اللي كيعطينا واحد اللون زوين، وهنا ان شاء الله غادي نخفو العصير ديالنا. هاد العصير ديالنا خصنا نخفوه بهاد الكمية اللي درنا ان شاء الله. كل شيء هكا، ما يكونش عندنا عصير ثقيل ابدا. هنا حصلنا على تقريبا 5 لتر ديال العصير، 5 لتر العصير بهذيك الكمية اللي شتو ديال الفواكه، جوج بنانات، جوج تفاحات، راه غادي احسبوهم، قدرت تحسبوهم كاع بالحبة في الفيديو. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو العصير ديالنا، نهاية الفيديو. عصير رائع ممتاز، هذا اللون عطاه لنا البرقوق الاحمر، هو اللي عطانا هذا اللون، يعني بحال ديال الفريز، كيجي رائع ان شاء الله. ها هما الفواكه اللي درنا في العصير ديالنا، هما هذول المشماش، الخوخ والبرقوق وبعويد والتفاح وبنانه. هاد الشيء اللي درت تقريبا جوج بنانات، جوج سميتو، راه غادي تشوفوها في سميتو في التقديم ديال المقادير ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي تشوفوا شحال درت، اعطتنا 5 لتر ديال العصير، 5 لتر. هنا حطينا تقريبا غير كرف وثلاثه الكيسان، الباقي خليناه بوحدو ان شاء الله 5 لتر. يعني كميه زوينه ديال العصير ومذاق مركز ان شاء الله، لان فيه الحليب وفيه لاسيد سيتريك، كيجي زوين باذن الله. ما عليكم الا تشوفوا الطريقه ان شاء الله وتطبقوها، النتائج قدامكم. وكون كان نقدر نصيفط لكم عصير كاس العصير الواحد، نصيفطو لكم كاملين وتشوفوا هذا المذاق ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى لكم اخواني اخواتي كل التوفيق، الله يحفظكم ويحفظ ولادكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.